العسكري أمير كان واقف بره، دخل عليه: وطي صوتك يا متهم، انت في المستشفى، واول ما تخف هناخدك على السجن، ودي اوامر طارق باشا، والحمد لله الدليل اتقدم للنيابه، وما تفكرش انك تهرب ولا تحاول. ده غير ان ادم باشا امر عساكر كتير ولابسين ملكي ومراقبين قدام المستشفى والبوابات التانيه. يعني انت خلاص متحاصر من كل الجهات، وامك اتقبض عليها بتهمه قتل جوزها من 18 سنه. جاتكم القرف، بتاكلوا في بعض. عاصم اتاكد انه خلاص انتهى امره. مريم صحت من النوم وفكرت انها لسه في بيتها جنب ادم، لكن افتكرت اللي حصل. شافت شنطه كبيره على الكومودينو، وكمان الخاتم ومعاه الكارت، وحطت ايديها على بقها. يعني ما كانش حلم، ادم جه هنا فعلا. ومن غير ما تتاثر شالت الخاتم ورمته هو والكارت في الدرج. فتحت الشنطه وكان ادم جايب لها كل الادويه اللي تلزمها خلال فتره غيابه، وكانت كل علبه مكتوب عليها: اهتمي بنفسك عشان خاطرك وخاطر بنتنا. مريم قلبها حن، فتحت الدرج وطلعت الكارت وقرت، ومكتوب في رساله: مريم، لما تكوني بتقري كلامي انا هكون سافرت، وكمان سافر في مأمورية. انا كنت هاخدك معايا والغي اي شغل، لكن انتي مش معايا. مريم، لو ما رجعتش عايزك تسامحيني، انا عمري ما شكيت فيكي، انا عمري ما شكيت لحظه، هي كانت لحظه شيطان. المهم انا مسافر ومش عارف هرجع ولا لا، وعايزك اليوم اللي هتسامحيني فيه تلبسي خاتم جوازنا. الخاتم ده في عشق الادم. مريم، عايزك تفتكري اي حاجه حلوه تخليكي تغفريلي. انت كلمتيني كتير عن التسامح، ودلوقتي جه دورك وتثبتي ده، ويا ريت تسامحيني. اتمنى من ربنا انك تسامحيني عشان اعرف اكمل حياتي. اخر كلامي: خلي بالك من نفسك ومن مدلله باباها، وقولي لها اني بحبها وبعشقك انت ادم. مريم فكرت ان ادم سافر عشان يبعد شويه، فكرت انه بيقول لها كده عشان تحن وترجع. مريم دمعت، كانت محتاجه لحد. شيرين؟ لا، عمرها ما هتروح لشيرين وهي زعلانه من ادم. هنا ورانا مسافرين، وكمان ملك. لبست وخدت شنطتها وخارجه. رايحه فين يا بنتي؟ رايحه مشوار مهم كان لازم اعمله من زمان، بعد اذن حضرتك. خرجت وركبت تاكسي ونزلت في منطقه ودخلت الشارع. شافت ذكرياتها في بيتهم القديم. دخلت البيت وما كانش فيه اي صوت. طلعت على السلم، شافت باب الشقه مفتوح. دخلت وشافت ان البيت فاضي وخالي من العفش وما فيهوش حتى كرسي. ايه ده، فين العفش؟ وايه حصل للبيت؟ لمحت دخان بسيط خارج من اوضه الشقه. اخوها حسام كان نايم على الارض وبيشرب في انواع كتير من السجاير، وتايه ومش شايف قدامه. حسام رد عليا: انتي مين؟ انا مريم اختك يا حسام. اختي مين؟ انا ما عنديش اخوات. مريم شافت ان حسام مسطول على الاخر، مش عارفه تستعين بمين، ومش عايزه تعرف شيرين انها سابت البيت. طب هعمل ايه دلوقتي؟ طلعت تليفونها وطلبت اوبر. فتحت النت وكلمت رنا وطلبت منها سريه من غير ما حد يعرف عنوان مستشفى بيتر. وفعلا رنا خدت العنوان من طارق ومريم، ومريم طمنت رنا انها بخير وما تقلقش. مريم حاولت تسند اخوها لكن حاسه بالعجز، حاولت تاني لحد ما نجحت وخدت حسام، وسواق نزل وساعد حسام. طلعوا على المستشفى، وهناك دخلت المستشفى مش عارفه تعمل ايه ولا تكلم مين ولا عارفه تكشف ايه على اخوها. قعدت حسام على الكرسي وقعدت جنبه. كان قصادها هدى ونهاد قاعدين. نهاد اول ما شافت مريم: تعرفي يا هدى، البنت المنقبه اللي شفتها في الحلم كانت الخالق الناطق البنت اللي قدامي دي، نفس الجسم والطول ولون العين. سبحان الله، بس شكلها محترم ولبسها في منتهى الشياكة. يا ترى مين المبهدل اللي جنبها ده؟ بيتر جه وقطع كلامهم: صباح الخير. صباح النور يا ابني، انا جيت لحضراتكم عشان اسلم تليفون زياد ابن حضرتك وكمان اطمن عليه. كتر خيرك يا ابني، تعبناك معانا، وشكرا انك كمان رفضت تاخد تكاليف علاج زياد. ما تشكرنيش يا ست الكل على حاجه، عموما الحمد لله انها جت على قد كده. لو سمحت كنا عايزين نشوف الضابط ادم اللي انقذ ابني ورجعه لي بالسلامه. طبعا مريم متابعه الحوار وخافت ان بيتر يتعرف عليها. والله انا بتصل عليه من امبارح لكن ما بيردش، وعرفت النهارده بالصدفه انه سافر بره مصر. يا ريت تدعوا له يرجع بالسلامه لان حياته في خطر. مريم قلبها دق بقلق وقامت وقفته من غير وعي: استاذ بيتر. خير حضرتك؟ انا مريم مرات ادم. اهلا حضرتك، خير؟ حضرتك تعبانه ولا جايه كشف؟ بصراحه اخويا شكله تعبان وانا مش عارفه اكشف ايه عليه. اخوكي هو فين؟ مريم كانت محرجه لان اخوها كان شبه المتسولين. حتى مريم ما لقيتش هدوم هناك في البيت لاخوها. ده اخوكي؟
حضرتك اتفضلي عودي وانا هتصرف. بيتر عمل مكالمة وجم الممرضين خدوا حسام على الكشف وبعدها قسم التحاليل. مريم كانت قاعدة مكسوفة عايزة تعرف ايه الخطر اللي قدم فيه، ونهاد وهدى متابعين توترها. مريم قامت وقفت قدام بيتر بمسافة كبيرة. انا اسفة لو ازعجت حضرتك، لكن غصب عني سمعت حضرتك وانت بتقول حياة ادم في خطر، اتمنى من حضرتك تطمني. هو حضرتك ما تعرفيش ادم سافر فين والمين؟ لا طبعا عارفة، هو سافر على تركيا وقال لي شغل بس ما قالش اكتر من كده. انا زعلان من ادم لانه سافر غصب عني، وانا نبهت عليه انه ما يسافرش، وكمان ما قالش لطارق حاجة لانه استحالة كان هيوافق بحاجة زي دي ابدا. ممكن اعرف هو مسافر ليه؟ واوعد حضرتك اني مش هقول لحد، بس اطمن لان ادم ما قاليش حاجة. بيتر رفض، لكن بعد محايلات من مريم بيتر اتكلم. ادم مجنون من ساعة ما عرف باللي حصل من مرات ابوه، انها خدت كل الاملاك بتاعه مامته الله يرحمها. بيتر بيحكي ونهاد متابعه وهي حاسه ان ادم ده تعرفه، لكن الكلام كان متغطي وما فيهوش اسماء غير اسم ادم. ادم جالي الشركه وفضفض معايا وقال لي انه لازم ينتقم، وجمع معلومات عن مرات ابوه وعرف انها اتخطبت وراحت تركيا عشان تعمل حفله جوازها. ادم صمم انه يكون هناك، ويوقع مرات ابوه في شر اعمالها. طيب ادم كان ممكن يرفع قضيه او يتصرف ويخليها تمضي، بس بتقول ادم في خطر ليه؟ ده ضابط وهي ست، انا مش فاهمه. المشكله مش في مرات ابوه، المشكله في خطيبها. مش فاهمه ماله؟ خطيبها ده صاحب اكبر عصابه مافيا في امريكا، وكمان تجاره اعضاء وتهريب سلاح، وانه لو شك بس مجرد شك هيفصل الراس عن الجسم اول حاجه بيعملها. ادم عدى شهر على أبطالنا الحلوين، وهقول في شرح مبسط وسريع إيه اللي تم خلال شهر. طبعا مريم كانت في المستشفى وعرفت من بيتر حقيقة سفر آدم وأغمى عليها. الدكتورة كشفت عليها وكان ضغطها واطي. نهاد وهدى كانوا جنبها طول الوقت، ولما فاقت شكرت نهاد وهدى على وقفتهم جنبها. ولما عرفت إنها والدة زياد اتعرفوا على بعض وخدوا تليفونات بعض علشان يطمنوا على مريم. مريم كانت حزينة وقلبها بيدعي لآدم طول الوقت، وكانت قلقانة وعايشة في رعب حقيقي. بيتر زعل من نفسه انه حكى لمريم، لكن اصرارها عليه هو اللي خلاه يتكلم. حسام فاق وغير هدومه ووسامته ظهرت اخيرا. اول ما شاف مريم عارف انها اللي جابته وخدها في حضنه. مريم عيطت على عياطه لانه كان عياط توبه ظالم. مريم خدت حسام وراحوا قعدوا في مكان هادي. حسام حكى لها على كل حاجه، لكن مريم قلبها وعقلها في حته تانية. حسام في شرح مبسط حكى لمريم ان مراته عارفه على حقيقتها وكانت عايزه فلوسه بس، وبعد ما مريم مشت من البيت بدأت تتغير وتبان وتظهر على حقيقتها، قلعت الحجاب وبدأت تلبس لبس ضيق وخروجات. كانت بتعلم بنتها تمشي على نفس المنهج، وفي الآخر اكتشف إنها على علاقة براجل غني، وحسام ما استحملش وطلقها. هي خدت بنتها لأن بنتها كمان تشبه مامتها. حسام عمل المستحيل عشان يرجع بنته، وفي الآخر اكتشف إنها مش بنته وكانت بتاخد حبوب منع الحمل علشان ما تخلفش منه. حسام من الصدمة ساب البيت كام يوم، ولما رجع اكتشف انها خدت كل عفش الشقة ورجع لقى نفسه عايش على البلاط. فضل عايش على الارض، وان حسام راح لمريم عند الفيلا وراقب الموقف وعرف ان مريم عايشة مبسوطة في بيت مصطفى، وبعد عنهم لانه حاسس انه وصمة عار عليهم. بدأ يتعايش مع نفسه ويطلع خنقته في الشرب والمخدرات. اعتذر من مريم كتير، وطبعا مريم كالعادة سمحت لان فعلا حسام كان ندمان. مريم طلبت من حسام يروح لشيرين يعتذر لأنها أختهم الكبيرة وهي تقريبا المربية. حسام فعلا راح لشيرين اللي كانت طايرة من الفرحة إن أخوها هي المربية رجع لها ورجع حسام بتاع زمان. مصطفى صمم إن حسام يعيش معاهم ويكمل علاجه في المستشفى على مراحل لحد ما المخدرات تخرج من جسمه، وإن حسام ينزل الشركة مع مصطفى ويبعد عن الشرب نهائي. شيرين عرفت إن آدم سافر ومريم عايشة في بيت حماها، راحت عشان تاخد مريم، لكن خالد رفض وبشده وقال ان مريم ادم سابها امانه عنده وده اختبار ليه عشان ادم يسامحه، وبعد محاولات وباءت بالفشل. شيرين استسلمت لان دي كمان رغبه مريم انها تعيش في بيت خالد. حسام كان جنب مريم زي دلها، واخر اليوم يروح ينام عند شيرين لحد ما يظبط اموره. مريم كل يوم تستنى ان ادم يكلمها ومفيش اي جديد، رقمه مقفول مفيش نت ولا اي طريقه توصل له بيها. قلبها وجعها عليه كل ليلة قبل ما تنام ترش من برفانه وتعيش على ذكرى صوته، وبكاء مستمر وحالتها صعبة جدا، وكمان حاسة ان ممكن حملها ما يكملش بالطريقة دي.
أما العرسان كلهم قضوا شهر عسل. طارق ما كانش بيخرج من الفندق خالص، وقضى شهر العسل في حضن رنا حبيبته. رنا كانت سعيدة ومبسوطة جدا، وفي الآخر رجعوا كلهم وتجمعوا لأن طارق قلق على آدم وتليفونه دايما مقفول. كانت مريم بتطمنهم علشان ما يقلقوش. أول ما بيتر حكى لطارق عن حقيقة سفر آدم، طارق اتعصب جدا من آدم وراح لمريم هو ورنا وأشرف علشان يفهم، ومريم اترجته ويرجع لها آدم. طارق وعدها أنه هيرجع آدم حتى لو على جثته. زياد خرج من المستشفى، لكن الدكتور قال له لازم يعمل متابعة كل شهر يرجع يطمن عليه، لأنه نفسيا مش مؤهل من الظروف اللي مر بيها وعايز يطمن عليه. هدى قالت انها كل جلسة هتكون موجودة مع زياد، وخرج زياد من المستشفى على خير ومستني رجوع آدم من السفر علشان عايز يشكره هو ونناه وهدى. والخطر الحمد لله زال، وعاصم مش هيأذيهم تاني. نهاد اتصلت على مريم تطمن عليها لانها حبت مريم جدا، وبعدها قعدت بتقرا في الجورنال لان دي عادتها القديمه. هدى كل ما تغمض عينيها تفتكر شكل حسام لما كان مبهدل في نفسه، وبعدها وهو خارج من المستشفى بعد الكشف كان مرتب نفسه قد ايه كان وسيم. وطردت الفكره وزعلت من نفسها لانها فكرت كده. هي جوازها من جمال الله يرحمه جواز تقليدي، لكن لازم تحترم ده. عاصم خف نوعا ما وما بيشوفش غير بعين واحدة، اتحول على النيابة والقضية اتفتحت من تاني، وحاسس انه كان المفروض يقتل امه لانها هي السبب، لانها هي اللي ربت فيه الطمع وحب المال والحقد، واعترف بكل حاجة وان امه وسوزي كانوا شركة معاه، واتحكم عليه بالاعدام. سوزي اول ما عرفت ان عاصم وامه اتقبض عليهم بعدت عنهم، وجاسب طردها من الشغل وبعدها اتقبض عليها لانها كانت شريكة عاصم في كل حاجة. ابتسام اتحكم عليها بالمؤبد، وسوزي لسه هتتعرض على النيابة، وها قد زال الخطر والجزاء من جنس العمل. ملك كانت زعلانة قوي عشان اخوها وعايزة تعرف سبب سفره، بس ما حدش راضي يقول لها حاجة، بتنبيه من طارق ان خالد وملك ما يعرفوش حاجة علشان ما يغلطوش اي غلطة او يتجننوا او يتواصلوا مع فيفي بالغلط، لان حياة ادم في خطر. جاسر طبعا بيحاول على قد ما يقدر يخرج ملك من اللي هي فيه. أشرف زعلان على مريم جدا، وكل يوم والتاني يروح يطمن عليها هو وحسام، لأن مريم الجميلة انطفت تماما، وهنا ورنا وملك واقفين جنبها. مريم أوقات كتير بتروح الشقة وتبات فيها، كانت بتنام على السرير وهي حضنة بدلة آدم الميري بتاعت شغله، ودموعها بتنزل على البدلة، ورنا تكون معاها ومريم عايشة على الذكرى. في يوم عند حماها كانت نايمة وقامت على اشتياقها لآدم، فتحت الدرج بسرعة وطلعت الخاتم ولبسته وسمحته وقالت ارجع لي يا آدم، أنا مشتاقة لك وبحتاجة لك قوي، في مكان ما في تركيا. آدم نايم وقام على حلم جميل وإن مريم كانت في حضنه، وشالها ولف بيها وبسها في الحلم، واعترفت إنه وحشها قوي وقام مبسوط. آدم خلال الشهر ده كان بيراقب فيفي كويس جدا، وعرف موعدها وإن خطيبها مش موجود، وقرر يبدأ الخطة اللي حطها هو والمدير. لكن آدم بعد تفكير قرر إنه مش هينفذ خطة المدير، وإنه هيتصرف على طبيعته وهيتعرف على فيفي بشخصية آدم العدوي الحقيقية، لكن مش لازم تعرف هو شغال ايه وانه سايب كلية الشرطة. وربنا يستر يا ادم. كده الشهر عدى وكل واحد في دوامة لوحده. بعد شهر في القسم طارق دخل للمدير. مساء الخير يا فندم. اهلا يا طارق، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم، انا كنت جاي اتكلم في موضوع ادم. ماله ادم؟ انا عايز اعرف مكان ادم فين بالظبط لانه لازم يرجع. والله يا طارق انا اتكلمت مع ادم كتير قبل ما يتجوز بشهر، قلت له بلاش السفر ده لانه خطر عليه، لكن هو صمم وضغط عليا بحكم اني بعتبره زي ابني، وطلب مني ان اتكلم مع الاداره واخد له اجازه مفتوحه وان اساعده في سفره ونكون جنبه. وبعد ما حاولت مع الاداره واخيرا وافقوا، كان ادم اتجوز وانت كمان، وبعدها ادم كان عايز ياجل السفر. طب وسافر ليه؟ انت تستهبل يا طارق، انا ممكن اتعاقب، احنا مش بنلعب هنا. واحد قاعد حوالي شهر يقنع فيا، وانا قعدت حوالي اسبوع اقنع في الاداره، وضمنت آدم على مسؤوليتي الخاصة، تقولي سافر ليه؟ ساعتها ممكن اتنين من مكاني، وممكن آدم رتبته تنزل من رائد لضابط أو ملازم اللي احنا بنبنيه في سنين تهدوه بلعب العيال ده. أنا حذرت آدم إنه ما يسافرش قبل ما اتكلم مع الإدارة، لكن هو كان مصمم. طب حضرتك أنا عايز أسافر لآدم عشان أكون معاه في المهمة. أولا أنت لسه مخلص أجازتك، مش هينفع. وهتصدقني لو قلتلك إن آدم بوظ كل حاجة؟ إزاي؟ المدير حكى لطارق كل حاجة. احنا كنا متفقين على خطة، واتفقنا مع الشرطة في تركيا انها تكون في ظهر ادم عند الضرورة، وانا حطيت له خطتين قدامه. الخطة الاولى كانت ان ادم يمضي ابوه على اوراق توكيل عام لحرية التصرف، وكان هيعمل طعن في الاوراق لان الاملاك كتيرة جدا انها تتباع بخمسة بليون بس.
والخطة التانية إن آدم يتعرف عليها بشخصية واحد تاني غير آدم ويقربها منه، لأن من التحريات عنها عرفنا إن دي هوايتها بتضعف قدام الشباب وكان هيمضيها على أوراق بأي طريقة وكنا هنخلص. أمال إيه اللي حصل؟ آدم قرر إنه يقابلها بشخصية آدم عدوي الحقيقي، مع إنه عارف خطورة الموقف وإن الراجل اللي هي مخطوبة ليه راجل قاتل ومافيا كبيرة جدا وغني جدا فوق الوصف، وبإشارة واحدة لو شك في آدم هيقتلوه من غير تفكير ومحدش هيقدر يمسك عليه حاجة لأن عمره ما ساب دليل وراه. أول مرة طارق قلبه يدق بالخوف. طب وإحنا هنعمل إيه؟ أنا مفيش في إيدي حاجة أعملها، حتى بعد ما كلمته وزعقت له آدم ساب الفندق اللي كنا حاجزين فيه وغير كل حاجة، حتى الرجالة اللي كنا بنتواصل معاهم قالوا إن آدم انسحب من الخطة ومن وقتها وأنا مش عارف أوصل له. غبي غبي آدم. في تركيا في النادي، فريال كانت قاعدة قدام حمام السباحة وكانت لابسة مايو فاضح جدا وخرجت منه ماشية. آدم كان مراقبها ولما جت تتحرك هو اتحرك وخبط فيها بالغلط، بس هو كان قاصد. أوبس سوري يا قمر آسف. فيفي لما شافته مصري اتخنقت. مش تفتح يا بني آدم أنت؟ آدم شال النضارة وبص لوشها وكان عايز يخنقها، لكن حلم مريم خلاه عنده إرادة وعايز يرجع لحبيبته في أسرع وقت، وقرر إنه ما يظهرش أي كره أو أي حاجة على وشه علشان فيفي ما تشكش فيه.